مساء الخير، اسعد الله مساءكم، يعطيكم العافيه اخواني حبايبي المتابعين. جوزين هديه وكم من حبه كش. جوزين هدول اجونا هديه، جوز من اخونا احمد العلول صاحبنا وقربتنا، يعني مسايب شاف مكتوب الزرق اعطاني اياهن. جوز اجونا من العم جاسر العلول، واشترينا احنا من سوق الزرقاء فحلين، 3 فحول، 4 فحول، صح؟ هذا وفي واحد هناك، 4 فحول، وجانا فحل هدية، تمام؟ اشترينا 4 فحول وجانا فحل هدية من العم أبو العيد، الله يبارك للجميع، كل واحد أعطانا الطير هدية، الله يبارك، تمام إخوان؟ طبعاً إخوان هذا التلفون يلي كاميرته مش واضحة، التلفون هذا إخوان بدنا نتحمل بعض فيه بالحلقة هاي لأنه الجو حامي. إذا صورت على التلفون الثاني يلي كاميرته واضحة، التلفون الثاني يا إخوان عندي خربان، ما بتحمل حرارة، بطاريته تعبانة، كاميرته واضحة بس بطاريته تعبانة. كيف يعني بطاريته تعبانة؟ يعني يا إخوان التلفون بتصور فيه 10 دقايق بحمى وبطفي، بحمى وبطفي، فلازم أستناه لحد ما يبرد، ركز معي، لحد ما يبرد على الكامل وارجع اشغله عشان اكمل تصوير. طب في الحاله هاي لو كنت قاعد بصيد طير الوضع مأساة، فلاني انا هسه قاعد بصور لك في النهار والجو حامي زي ما انتم شايفين، عرق مكلين هواء والجو حامي، فاضطريت اصور لك على التلفون هذا. هذا مشكله التلفون قوي بس كاميرته مش واضحه. كيف كاميرته مش واضحه؟ الكاميرا الاماميه الشغاله فيه بس، الكاميرا الخلفيه راسنا كده قاعد بتلاطش، تمام؟ هاي فزت بعد الصوت بنص ساعة، تمام؟ فالكاميرا الأمامية اللي فيه شغالة كويس، يعني كاميرا هاي. هسا إذا قلبت لك الكاميرا في كاميرتين، كاميرا وسيعة وكاميرا قريبة، الكاميرا اللي منيحة الرسمية مكسورة عندي، فبجيب لك التصوير غباش. فهسا يا إخوان أي شيء بصور لك إياه لازم أقرب عليه هيك عشان يبين معك، لأنه دائما حيبين لك كل شيء بعيد. فأغلب تصوير راح يكون اليوم على الكاميرا الأمامية زائد الكاميرا هي وسيعة، الزاوية الوسيعة اللي ما فيها زوم. خليكم معنا. طبعا يا اخوان هذا تصوير الكاميرا الرئيسية لانها مكسورة هيك، شايفين غباش ما بتشوفوا اشي، شايفين احمد؟ احمد سلم على الشباب، شايفين هذا تصوير الكاميرا الرسمية لانه انكسرت عندي، فانسى الوضع، شوف كيف غباش. هسه بدي اصور لك بالكاميرا الوسيعة وخلينا نشوف شو بصير معنا. يا اخوان هذا تصوير الكاميرا الوسيعة، هاي الكاميرا يا اخوان بتجيب لك اذا الاشي قريب عليك هيك، هو هيك تقريبا بتجيب لك اياه هيك، تخيل اذا هو هيك بتجيب لك اياه هيك، يعني كل شيء قدامك هسه مبين على السطح اوسع من اللازم. يعني اذا 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 هاي بعيده عني 3 متر بخليها بعيده عني 4 متر 5 متر، هاي هي المشكله. زوم ما في، ما بعطي زوم. هذول يا اخوان 3 طيور بواز هينا، هينا يا احمد شايف البواز؟ إلي بتقول لي مش إلك؟ إذا ما أنا عارف حمامي. فكرت إنك حابس هدول مطلعتين. لا لا امسك شوي خلي أحكي للشباب على شغلة هون. طبعا الإخوان هنا صار معي موقف أخوش. امبارح مطلع 3 فراخ، 4 فراخ هيك بتنكوز بتكورشن وهيك شوي شوي ودايرين بالنا عليه. المهم يا معلم في فرخ منهم فز على الرفصة، مفكر حاله بطل الزلمة، أول فزة له. فز لف لفتين وقع على الشارع، عبال ما أحمد نزل له أقول له يا أحمد شرد وين وقع؟ جوا دار جيراننا. دار جيراننا هدول اخوان بربوا بسس، عندهم بسس مليان. وقع وين؟ جوا السور. بقول له يا احمد خلاص اطلع، ولا احمد اصلا ما كانش نازل، بقول لي في ناس والحكي ها. المهم بقول له خلاص. الطير وقع جوا الدار، نزلت انا فكرت وقع على السور يا اخوان. قلت اذا على السور بقدر الحقه. ولا وين واقع يا معلم؟ واقع جوا السور. قلت خلاص هي شافني احمد، حتى بقول لي رن عليهم بقول له فيش تحاولش، في بساس وقع جوا السور، يعني مستحيل ما يكونش في بسه. تمام؟ المهم نسيت الموضوع والله زعلت عليه. فش اليوم الصبح بتفرج على الكاميرا هاي كاميرا المراقبة، بحكي يمكن والله العظيم يعني مش متوقع انه يجي، قلت يمكن ها يجي. المهم بضرب عيني عليه في الكاميرا زي هان والقى لك اياه نايم هان، قلت هو مش هو، هو مش هو، لانه انا عندي فرخ بلجيكي هيو. قلت يمكن يكون طالع بالغلط مش حابسه، ففكرته مش هو. المهم لما طلعت لقيته راجع، كيف راجع؟ والله العظيم ما بعرف. والله يا اخوان لحد الان حتى احمد استغرب، بقول لي كيف رجع؟ قلت له خلاص
راح نضيع مش ناقصنا ما صدقنا يا رب. ايوه طبعا قاعدين بنسوي الفراخ. جانا فراخ موز محترم يا اخوان. طبعا جاني كمان معه فراخ زواج وبلاش كذا بس هذا البوز محترم. طلع معوان وهذا له مستقبل يا اخوان ان شاء الله اذا الله مد ايده. الفرخ خاب. لازم تفقد فراخك هسه اغلب الامراض من وراء الريش تبع البوق الحمام الريش الناعم بفوت بصدر الطير بمعوال الطير وبتمه بانفه ما بتحس انه الفرخ مرشح ومعبي انفه ريش. طب ليش؟ لانه يا اخوان الريش الصغير اللي بيطير من الخشاش الفراخ تستنشقه او بفوت جوا صدرها وبكون ريش بصير عنده التهاب وبصير عندك مصيبه. هاي الفرخ شوف محلاه فرخ خاض اخوان مستوى حلو طلع لسه لهان لما يعبي طلع كيف معواله هيكون اشي جميل الفرخ. طيب طبعا لازم اقرب لك زي هيك عشان تشوفه لانه اذا عملت لك هيك انا متاكد انه مش مبين. مبين احمد مبين يعني مواصفاته انه هيك لا لازم اقرب لك هيك لانه ما فيش زوم لازم اقرب لك هيك تمام. هذا هو الفرخ الله يبارك. طبعا الفراخ هذول كويسات اشتغلنا عليهن كرشنا لنا 20 فرخ 15 فرخ مناح ولسه في 5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. ليش 19؟ في عندنا فرخ كمان يا احمد 16 18 19 ما بعرفش المهم انوه. لا لا مش هنا في فرخ بتذكره. ما فيش فراخ عندي ماتت ولا ضاعت فراخ. لا مش هذا كمان في فرخ. لا في فرخ البوز الاسود اللي مات البوز الاسود في فرخ بوز اسود مات عندنا هذا كمان كان 20 وفي عندنا هنا 5 25 وعندنا واحد هان 26 فرخ ان شاء الله وهينا بنشتغل لسه اكثر. بس بس بس. طبعا يا اخوان هذول بحاول اربطهم اكثر واكثر كل يوم عشان ايش؟ ما بديش اياهم يكسلوا معي ويغلبوني في الكش والمطار والحركات هاي. كل ما انطحن كل مطار اكثر، كل ما اندعك كل مكان صار زلمه. يعني يطحن عليه ساعتين ثلاثه ما بحطش معاه اللي طاحن عليه. طبعا هاي الحمامات ارضا يعني انتم مش شايفينها منيح لانه شو اسمه الكاميرا وسريعه. هذول فراخنا هينا هذول انتاجنا الحمد لله. وعندنا هذول الهومرات يا اخوان طلعن كلهن فحول الاجونه من ايمن الحمص الله يخلف عليه الزلمه ما قصر. طلعن كلهن فحول. طبعا بقدرش اقرب لك زوم ركز على اصبعي. هذا الطير القوي قوي نزال اللي انضرب من نزال ناقص ريش من جناحه يا اخوان. سحبت له من هان وسحبت له من هان. قصيت ولا سحبته يا احمد؟ هذا المرقع امبارح سحبت له يا اخوان تمام. وهدول الهومرات طلع من الثلاثه فحول هذا وهذا وهذا. بدنا طواير لهن ان شاء الله. اللي عنده طواير يا اخوان سعرهم رخيص ما يبخلش علينا. سكر يا احمد. اوبا وعرجلك. طبعا هذا البندوق يا اخوان وها هذول الاثنين راح يشردوا مش راح يضلوا. هذول الاثنين مجانين مجانين. هذا كنت مفكر الطيره طلع فحل. وهي المصري الكزغند المصري امبارح احمد جنني بدي اشوف الطير بقول لي انت بدك تطلعه هذا شوفه هو بيطير. شفته خلاص ارتحت نفسيا امورك تمام. طبعا يا اخوان هاي المقالب اللي ركبناها يعني عن جد شيء محترم يا اخوان. بس يا اخي انا اطمنش انها الطاره يا عم والله الطاره احلى يا احمد. شو رايك احمد انت الطاره ولا بس الهواء المشكله كمان بيضل يوقف الطارات يا احمد ما انت عارف. الحمام بظهر الطارات تقع يا اخوان كثير وهذا هذا شيء غلط. يعني لو طلعت في يوم من الايام لاطي عندك فرخين مثلا لاطي عندك جوز لاطي عندك فحل لاطي عندك شيء والطارات وقعات شو بدك تعمل؟ بدك تفتح الحمام مش هيزبط. طلع 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 عودها تلحق على طول مش مجال تعبها تعب بالها. في عندنا هاي جوز هنا طلع لنا اللي مسود هذا يا احمد. فرجناهم اياهم هذول فرجناهم اياهم. والله يا اخوان تعب روح لي تعبان اصلا الطير شكله لانه قاعد يومين مش ماكل روح لي تعبان والحمد لله تحسن. هي طبعا هسه خلينا نفرجيكم الحمامات بعد ما نطعمي الجواز مع بعض. تعال يا احمد هان. طبعا يا اخوان احنا بنطعمي على نفسنا هسه نفرجيكم الحمام بعد ما نطعمي الحمام. هاي الحمام الجديده. تعال يا احمد امسك
في قن فاضي هان ليش؟ اه هذا القن تبع البرابس صح؟ برابس ايوه. انا اخوان احنا بالطامي على السمع، خليني اجيب المعلف. يعني لما طعماش على السمع مش عارف شو بتهيأ. الجوز يا اخوان اللي ما عندهم فراخ ومش ماكلين كل شيء لا تطعمينهم، خليهم يجوعوا، لا تطعمينهم بالمره. وانا معلم عندك حمام عندك جواز ما عندك علف سما ولا كانك شفت فرخ زي العالم ولا عمرك طلعت علف زي العالم. خليني اجيب الضرائب. ليش على السمك كويس يا احمد؟ لانه المعلم بيطلع لك الفرخين جنب بعض والطيره اللي مش شغاله بشغلها، والفرخ التعبان او الطيره التعبانه او الطير المستضعف برجع لك اياه وكاله. شو بدك احسن من هيك انت؟ بديش عندهم على طبعا يا اخوان هان الحمامات دول جواز، شلنا جواز وبعدين بنجدد يعني بنحط بدالهم جواز ثانيه. هان عندنا فرخين ما شاء الله، عندهم فرخين مسويد فطم هينا. شو فطم؟ التحضين قصدي. هذا الفرخ اخوان مخليه عند اهلي لانه اصلا ما بعرف شو ماله، الفرخ فيه اشي ومش راضي افطمه انا الصراحه، مش راضي اشيله بالمره، بستنى فيه لما اشوف شو قصته. طلع ما شاء الله ماكل واموره تمام، بس بستنى فيه شويه لحد ما اموره تزبط بالمره. هاي هذول ما شاء الله عندهم بيض وهي عندهم فرخ ما شاء الله الله يبارك. هاي هذول عندهم فرخ مسوي فرخ شفار هي احمر احلس الله يبارك جميل جدا، وعندهم بيض حظن بيض مسويد تحتيهن. هذول محضن بيض كمان بس مش عارف بيض ايش. هذول بيض جديد عندهن، هذول بيض جديد عندهن، وهينا عندهم فرخ. طبعا هذول فرخهم فطمته، وهذول هينا عندهم فرخ ما شاء الله، وهذول عندهن فرخين لهورات ما شاء الله. وهذول بيض جديد حضنت تحتيهم بيضة لهور الفحل وبيضة يا معلم ايش وبيضة الكشميري الاحمر الفحل، يعني هنا في فحلين ان شاء الله. وهنا هذول يا اخوان لسه ما حضنت، شو بدي اعمل هسه انا؟ طبعا العراجنة هدول يا اخوان شو قصتهن تمام عشان اقول لك قصتهن. هدول العراجنة السود يا اخوان الفحل هذا باخذ كل الطواير تحت مش مخلي طيره من شره، وطيرته سايبها، فقلت تعال لي فوق اقعد عندي شهرين فوق ارمي بطن وبعدين بنزلك، فبدي اخليه يرمي بطن بعدين ارد انزله تحت ان شاء الله. هدول يا اخوان لازم اقعدهن على بيض بلاستيك. ممكن اخذ من عندك بيضه بلاستيك، هاي واحده. انا في بيض بلاستيك ولا لا؟ بلاستيك هاي ولا ايش؟ لا هاي مش بلاستيك. كم بيضة هاني احمد؟ في ثلاث، معناته عندهم بيضة بلاستيك. هدول يا اخوان لازم اقعدهن على بيض بلاستيك، ها تحط لهم البيض هان لحتى يطلع، بس يحضنوه 100% البيض. اول ما يحضنوا البيض 100% بنرجع ايش نعمل لهم؟ بنرجع بنحضنهم بيض سليم. هاي الهراي بيضة. يلا مش مشكلة خليها. هات لك بيضة بلاستيك. ولا ايش هان استنى هاي بيضها، مين اللي شفنا بيضها لسه سليم؟ هاي هاي هو يا احمد، هاي بيضه بيضه جديد بيضه بنحط تحتها البيضه هاي ما في مشكله، وبعدين بنشيل البيضه البلاستيك. طبعا هاي الفراخ انا همي بس ايش فزن فز البلجيكي محن. ايوه هاي اول طلعه للريحاني للشفر، سوري هذا شفر جديد فطم جديد. الحق اخوك يلا الحق اخوك الحق البوز طلع لسه ثقيل يا حرام. البلجيكي فاز كانه بلجيكي ابيض هذا، ها
قلنا انه دبان البواز، بس كيف صار جاي من بعيد هيك لحق؟ ايه ايش بيعمل؟ مش لي هذا شكله. لا الي الي الي، ليش شكل هبل؟ ما هو لا في عندي واحد شبهه هيك. اه والله الي الي الي، عمل حركة غبية، بتحس انه طير ضيقع او اشي. يلا خليكم معنا يا اخوان، خلنا نفرجيكم الحمامات. طبعا يا اخوان راح افرجيكم الجواز، عشان في الجواز بدنا نوديه ينعقدون هنا. تمام، اول جواز يا اخوان اجانا. جواز بناني سود، بدك تقولهم بالنيات، بدك تقولهم برابس، اقولهم من عند العم جاسر اللون، الله يبارك له الزلمة ما قصر. جوز كويسات هذا الفحل، طبعا هذول بدنا نخليهن عندنا نزقهم يعني، عشان ايش؟ نحط لكم حمام الوان ازاي؟ نحط لكم حمام الوان بالزق عشان ايش؟ انت تكيف وتستمتع. تمام، هاي الطيرة طبعا فطمهم فرخهم ما شاء الله عليه بجنن بجنن، شفنا شفتوا يا احمد الثالث فرخهم بجنن ما شاء الله. هاي الطيارة ما شاء الله عليه. ثاني جوز اجون يا اخوان، طلع المسويد فحل مسود تركي، الله صلاة النبي عليه. طبعا هذا خش وغيار، تتفرج ايش عليه هسه. هسه اي طير بفرجيك اياه عشان البروك والغيار، طلع هاي هذا الريش تبعه طلع مكسر على قبته. بس اي طير بفرجيك اياه هسه، اي طير هسه بفرجيك اياه، لا تحكم عليه الا بعد البروك. زي ما عودناكم فتره البروك لا تحكم على الطير بعد البروك. شو هاي الفحل؟ هاي الطيرة طبعا الطيرة ناقصة طول، الفحل أطول منها. تمام، بس جوز كويسات برمين لك إشي محترم. طيب هذا البلندي يا أخوان، بلندي أزرق كثير منيح، هذا اخوان طير حمام اصلا. رحت اشتريت قطعه حمام، تعرف كيف اشتري قطعه؟ بلكي فرجيت كل الحمامات اللي عندي برضه، بتدور على قطعه حمام رخيصه موجود عندي تقريبا 23 طير. تمام، هذا اخذناه ورحنا اخذنا قطعه لقيناه مع القطعه. هذا هو طيرته بوزاين رميات بولندي ازرق. بس يا اخوان اخذت الجوز، انا ما بديش الجوز، بدي الفحل. اخذت الجوز، الطيره اعطيتها لواحد والفرخ اصلا مات لانه كان صغير مش حيزقه. والفحل هيني سحبته ان شاء الله راح يفشوا عندي. بولندي ازرق جميل يا اخوان، طلع صلاة النبي. بس يا اخوان من هان طلع كيف كان قص وقصه يا اخوان، قصه غشيم القصه القصه يا امسك فحل يا اخوان. ها شفته بقهوه حمام، هذا الفحل انا شفته بقهوه حمام. طبعا لبسته تلبيس تهي عشان ايش؟ خلاص هذا حيطلع ان شاء الله بعد البروك مع الحمام. لا بس تلبيستي اموره طيبه. طلع الثوب اخوان، طلع العكفه والمعوال. طلع الجمال، والله العظيم ما حدا عارف قيمته. هذا يا اخوان اذا بدكش تكشه حط عمر اصليه سودا برمي، حط عمر اصليه صفرا برمي، مراسلية حمرا برمي، مراسلية سودا برمي، مراسلية بيضة برمي، أي نوع مراسلي معكوف برمي لك عليه، حطه على اسكندرانية برمي، حطه على كشميرية برمي. طلع الأكفل براسه، طلع قلبة راسه، وحبة صغيرة بالعمر، جبته عندي أكشه الصراحة، هيو مقصوص وسبته مقصوص زي ما هو، وأصلا كان مقصوص جناح وجناح، أنا كملت على الجناح الثاني بس، قلت خليه يطلع بعد البروس. يعني اخوان شوف هالمكبت جميل، هذا من العم وليث الله يبارك لك، شايفه من مزاد، وديروا بالكم من بعض اصحاب المزاد.
الكلب معهم كل شيء عندنا، طار طار ما طارش يعرفوا انه هذا جاي من مزاد. يعني ابو ليث لو بحب يحكي القصة في يوم من الايام بنحكي لكم اياها ما في مشكلة. طب مسك لي راسك هيك مكبي احمر اخوان، صلاة النبي عليه بارجة يا زلمة، راسك بس مسكني راسك شوي هيك، بس بدي اخذ لك صورة يا رجل. شو عامل معه؟ حمله هيك ايوه طلع ما شاء الله. بس هيك مسكني راسه غصب عنه. مسك راسك يا زلمة، تجرب امسك راسه باليمين. بالله عليك يا زلمة بس شوي شوي صغيرة، بس شوي صغيرة بس يا رجل، شوي صغيرة يا زلمة. خلاص بدوش تصور، هذا كمان اجانا من ابو ليث مش راضي. شو اعمل له يا زلمة؟ اخر اثنين يا اخوان بزرع انا بعشقها، بزرع اقسم بالله لو اجيب 100 وال100 يضيعوا بظن اجيب زيها، لاني انا جربت مخها قوي وجربت مطارها زلام. حمامات يا اخوان قصيتهن شهر وسحبتهن شهر وبرضه شردن من عندي، جزء منهن شرد من عندي ورجعت لميته وجبته حطيته عندي مره ثانيه. هاي البزره يا اخوان انت بتشوفه باكستاني، هاي بلجيكا جر، هذا انت بتشوفه باكستاني ولكنه هو مش باكستاني، هو كشميري، هو كشميري، وجه كشميري، راس كشميري، عين كشميري، هاي بلديات تمام، بس ايش؟ ثوب باكستاني يعني مش باكستاني. بتقول له باكستاني انت حر، كله باكستاني، بس انا بقول لك ايش مواصفاته، انت تفرج على الوجه والمعوال ولون العين بقول لك انا كشميري مش باكستاني تمام. بدك تقول له عشان ثوبه باكستاني انت حر، قول له باكستاني. شو بقول لك يعني، انت لك الخيار يا صديقي. طبعا بزرة يا اخوان مجنونة، هذا اخر واحد في الحمامات، الله يبارك لنا ويبارك لكم ان شاء الله. يا ربي يا ربي شوفها مش طبيعيه الحمامات يا اخوان، مش طبيعيه مجانين. يعطيكم العافيه اخواني حبايبي المتابعين، وشكرا لحسن استماعكم لنا، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه لطيفه عليكم، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم فيها. بتمنى ما تقصروش معنا باللايكات. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.